تخيل نفسك أنك تزور حديقة الحيوان وتشاهد الديناصور المنقرض، أو أنك خلقت بقدرة خارقة والأغرب أن تشتري الموزة فتجده كيوي. هل هذا ضرب من الخيال أم واقع؟ منذ ظهرت التقانات الحيوية بقيت رغبة كامنة في داخل الإنسان بتغيير الطبيعة من حوله حتى في مصيره نفسه، كمعالجة الأمراض الوراثية وتحسين الإنتاج الزراعي. وهنا وجد علم الهندسة الوراثية كحل مغر لتلبية هذه الرغبة، وهو مجموعة تقانات حيوية تتناول نقل مورثة أو مورثات من كائن حي لآخر بغرض تعديل مادته الوراثية وإعطائه صفة جديدة لم تكن موجودة فيه. ومن الأمثلة عن تقانات الهندسة الوراثية الحصول على هرمون النمو البقري PGH، والذي تم من خلال قطع المورثة المسؤولة عن تشكيل هرمون PGH بواسطة أنظمة قطع ليتشكل لدينا نهايات لزجة في أماكن القطع. وبنوع الأنظمة نفسه يتم قطع البلاسميد لخلية جرثومية، توضع بعدها المورثة المعزولة مع البلاسميد في أنبوب اختبار لتتلائم النهايات اللزجة ويتشكل بلاسميد مؤشب بواسطة أنظمة ربط. يدخل البلاسميد المؤشب إلى جرثوم حاضن والذي يتكاثر بدوره وبداخله البلاسميد صانعا ملايين النسخ من مورثة PGH، وبذلك تنتج الجراثيم كميات كبيرة من البروتينات ليتم استخلاصها وتنقيتها ومن ثم حقنها في الأبقار بهدف زيادة إنتاج الحليب لديها. ومن خلال ما سبق نستنتج أن عملية الهندسة الوراثية تحتاج إلى تكامل مجموعة من المتطلبات الأساسية، هي ناقل عبارة عن DNA حلقي من خلية جرثومية لإدخال المورثة المرغوبة يسمى البلاسميد، أنظمة قطع لفتح البلاسميد وقطع المورثة، بالإضافة إلى أنظمة ربط لربط DNA المورثة مع DNA البلاسميد. وأخيراً جرثوم حاضن لإدخال البلاسميد المؤشب. ومن ناحية أخرى نجد أن الهندسة الوراثية تستخدم عدة أنواع من النواقل لنقل المورثات المرغوبة من خلية لأخرى، أهمها البلاسميدات وهي جزيئات DNA حلقية توجد في بعض الجراثيم، الفيروسات التي تحوي جزيئاً من DNA كما في الفيروس آكل الجراثيم، الكوزميدات وهي عبارة عن بلاسميدات مندمجة مع DNA الفيروسات، بالإضافة إلى نواقل صناعية يتم تركيبها في المختبرات. يعاني الكثير من الناس الجوع والمرض، فكيف استطاعت الهندسة الوراثية إطعام الجياع ومعالجة سوء التغذية إضافة إلى إيجاد حلول للأمراض المختلفة كإنتاج نوع من الأرز ينتج كمية أكبر من البيتا كاروتين، وهذا ما أعطاه لونا ذهبيا فسمي بالأرز الذهبي. ويعد البيتا كاروتين أساسيا في تشكيل فيتامين A الذي يشكل بدوره طليعة الأصبغة الحساسة للضوء في الخلايا البصرية، وهذا ما مكن الأرز الذهبي من تحسين الأداء البصري والتقليل من مشكلة العمى. كما أوجد تقانات الهندسة الوراثية حلولاً للحد من تلوث التربة والمياه الجوفية، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات الحشرية التي يلجأ المزارعون إلى رشها بهدف زيادة المحاصيل، حيث تم إنتاج نباتات مقاومة للحشرات ومنها نبات الذرة المقاوم ليرقات حشرة الحفار. ففي التربة يعيش نوع من الجراثيم العصوية باسلز التي تنتج بروتيناً يقتل يرقات حفار الذرة. تم عزل المورثة التي تنتج هذا البروتين وأدخلت في خلايا الذرة، مما مكن أنسجة الذرة المعدلة وراثياً من قتل يرقات فراشات الحفار عندما تتغذى عليها. بمرور القرن العشرين ومع توالي الاكتشافات العلمية أصبح الحديث عن إمكانية تغيير في الصفات البشرية أمراً ممكناً، والذي يهدف إلى استبدال الأليلات المرضية أو غير الوظيفية بأليلات صحيحة وظيفية، حيث أطلق مشروع الجينوم البشري عام 1990 والذي تمكن العلماء من خلاله رسم الخارطة الوراثية للمورثات البشرية والبالغ عددها 22,000 مورثة، وتم عزل الحمض النووي وتقطيع الصبغيات وتحديد تسلسلات الـ DNA
وتبلورت فكرة العلاج الجيني، وذلك بإدخال مورثة تعمل بدل مورثة غير الوظيفية أو بإسكات مورثة غير طبيعية معيبة. ويتم العلاج الجيني وفق طريقتين: طريقة غير مباشرة عبر نقل المورثة الوظيفية المطلوبة إلى داخل الخلايا المزروعة، ومن ثم نقل تلك الخلايا الحاملة للمورثة إلى داخل الجسم، أو بطريقة مباشرة عبر نقل المورثة الوظيفية المطلوبة إلى داخل الجسم مباشرة. قد يتبادر إلى أذهاننا التساؤل الآتي: إن لخلايا الكائن الواحد المورثات ذاتها، فالمادة الوراثية في خلايا العضلة القلبية مثلاً هي ذاتها في الخلايا الحسية البصرية والخلايا الظهارية. إذن فلماذا تعبر خلايا القلب عن مورثاتها بشكل مختلف عن خلايا العين؟ يفسر ذلك أن كل خلية من الخلايا المختلفة وظيفياً تقوم بنسخ المعلومات الوراثية اللازمة لتمايزها وظيفياً فقط، وتسكت المورثات الأخرى التي لا تخدم ذلك التمايز عبر كبح نسخها، وهذا ما يسمى بالتحكم بمعدل النسخ المورثي، والذي يتم بواسطة بروتينات معينة بعضها منشط وبعضها كابح لعملية النسخ المورثي، والتي تبدأ بارتباط أنظيم RNA بوليميراز بتسلسل محدد من النيكليوتيدات الموجودة في الـ DNA ويسمى بالمحضض. فإذا ارتبط البروتين المنشط بأنظيم RNA بوليميراز تتنشط عملية النسخ، على خلاف عمل بروتين الكبح الذي يثبط عملية النسخ. لقد فتحت الهندسة الوراثية آفاقاً علاجية مستقبلية، أهمها علاج مرض الإيدز عن طريق التعديل المورثي للخلايا التائية المساعدة، بحيث يتم تغيير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء الخلية المضيفة فلا يتمكن من مهاجمتها. كما تم تعديل الخلايا السرطانية لتنتج أحد عوامل النمو المنشطة للخلايا اللمفية التائية المقاومة للسرطان، مما يقوي الاستجابة المناعية ضد خلايا الورم. وأخيراً، ساهمت الجمهورية العربية السورية في مجال الهندسة الوراثية من خلال مركز إيكاردا للبحوث الزراعية في حلب، الذي يحوي بنك مورثات لأكثر من 150 ألف عينة تمثل الأصول الوراثية لمختلف الأنواع النباتية، وقد نقل هذا البنك إلى منطقة سفالبارد في النرويج نتيجة الظروف التي تعاني منها سوريا، وحصل القائمون على نقلها والحفاظ عليها على جائزة ماندل، وذلك ضمن مراسم خاصة جرت في برلين. إن تطور التكنولوجيا والتقنيات الحيوية ساهم في توسيع فهمنا لعلم البيولوجيا وزاد من قدرتنا على حل مشكلات عالمية تواجه الإنسان وبيئته المحيطة، وبالتالي تحسين ظروفه ومجالات حياته المختلفة.